أقر مجلس النواب الأمريكي سلسلة من المشاريع المتعلقة بردع إيران ومعاقبتها على استهداف إسرائيل، ونصت التشريعات على إلغاء بعض الإعفاءات والتراخيص المتعلقة بإيران، وطالبت طهران بوقف دعم أعمال الإرهاب الدولي، وتقيد التشريعات الجديدة سلطة الرئيس في اتخاذ إجراءات معينة من جانب واحد فيما يتعلق بإيران، وتزيد من إشراف الكونغرس على تلك الإجراءات فيما يمنح الرئيس إمكانية إلغاء العقوبات الثانوية أو يمنح الرئيس إمكانية إلغاء العقوبات الثانوية المفروضة إذا قرر أن طهران توقفت عن تقديم الدعم لأعمال الإرهاب الدولي، كما ينص على إعادة إدراج الحوثيين على لوائح المنظمات الإرهابية الأجنبية بعد إقرار ذلك من وزارة الخارجية. هذا وأكد بيان للخارجية الأمريكية إدراج الحوثيين على قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة بشكل خاص، وذلك يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما بسبب هجماتهم المتكررة في البحر الأحمر. وطالبت الخارجية الأمريكية بمحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير مسبوقة على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين. كما أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق خلال مدة 30 يوما المخصصة لتأخير التنفيذ مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدة والشركاء الذين يلعبون دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحاسمة إلى اليمن. من القاهرة ينضم إلينا وضاح الجليل الكاتب الصحفي اليمني. أهلا بك معنا سيد وضاح، ما الجديد في هذه العقوبات التي ستفرض على الميليشيات الحوثية غير العقوبات الماضية؟ إدراجها كميليشيا حوثية كميليشيا على قوائم الإرهاب أو الكيانات الإرهابية، ما هي أدرجت سابقا، ما الجديد؟ نعم، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين. الملاحظ أن الولايات المتحدة وحلفائها يتعاملون مع الخطر الحوثي ببطء شديد، بينما الجماعة الحوثية تكون قد سبقتهم بخطوات كثيرة. ومثل هذه مثل هذا التصنيف هو لا يضيف الكثير نظرا لأن الإجراءات بطيئة كالعادة. الولايات المتحدة وحلفائها يظهرون عادة بأنهم غير جادين في محاسبة ومعاقبة الميليشيات الحوثية بشكل حازم وحاسم وحسم الأزمة معها بشكل قطعي. ما يحدث هو محاولة إقناع الحوثيين بالتراجع عن جرائمهم وقرصنتهم في البحر الأحمر ودفعهم إلى العودة إلى المسار السابق الذي كانت تبذل فيه الولايات المتحدة وحلفائها جهودا لإحداث تسوية سياسية في اليمن. وجاءت الضربات والهجمات الحوثية في البحر الأحمر لتربك هذا السيناريو تماما وتضع هذه الدول وهذه القوى في موقف محرج مع نفسها وفي موقف مرتبك إزاء أجندتها في المنطقة، سواء كانت من ناحية إحداث تسوية سياسية في اليمن أو من ناحية حماية مصالحها في البحر الأحمر وحماية الملاحة الدولية هناك. هناك تناقض بين كلا الأمرين، لا يمكن أن تحدث تسوية سياسية في اليمن إلا إذا توقفت الهجمات في البحر الأحمر، أو لنقول أن الهجمات في البحر الأحمر هي أصلا تعطل إمكانية إحداث تسوية سياسية في اليمن. والحوثيين أنفسهم يحاولون أو يدفعون باتجاه أن تكون هذه ورقة بالنسبة لهم، أقصد أمن الملاحة في البحر الأحمر، ورقة لفرض شروطهم فيما يخص التسوية الداخلية في داخل اليمن، وفرض شروط وعدم التراجع عن كل ما حققوه من مكاسب خلال السنوات الماضية. هذه العقوبات وبهذا الشكل التدرجي والتصاعدي البطيء لا تؤثر على الحوثيين كثيرا، خصوصا وأنها لا تأتي في إطار تنسيق شامل بين هذه الدول وأيضا مع حلفائها في المنطقة، ولا تتجه إلى إنهاء الخطر الحوثي بشكل جذري وعميق والتعامل مع هذا الخطر المتصاعد بشكل يومي والذي يكتسب أيضا خبرات
مع مرور الوقت، وسيصبح من الصعب إنهاءه وتداركه. أيضا هناك إشكالية أخرى، وهي التعامل مع الوضع الداخلي. حتى اللحظة لم تتجه الولايات المتحدة وحلفائها إلى التنسيق مع الحكومة الشرعية والقوى الأخرى المناهضة للانقلاب الحوثي داخل البلاد من أجل مواجهة هذا الخطر. كل ما يحدث حاليا هو مجرد ردود فعل من قبل هذه القوى تجاه هذا الخطر الحوثي، ومحاولة إجبار الحوثيين على التراجع وإيقاف هذه الهجمات، مع العلم أنه حتى إذا أوقف الحوثيون هذه الهجمات فإن الخطر سيبقى قائما، طالما وأنهم قد أقدموا على مثل هذه العمليات في الوقت الحالي، فمستقبلا ربما تكون هجماتهم أخطر وأكثر حدة وأعنف، وأيضا تمثل خطرا، ربما يصلون إلى حدود أبعد من الحدود التي وصلوا إليها حاليا. نعم. تفضلي. كم بقي معنا من الوقت؟ طيب، بما أنه معنا مزيد من الوقت، أريد أن أسألك فيما يخص هذه الإدراجات المتعددة والبطيئة كما ذكرتها للميليشيا الحوثية على قوائم الإرهاب، كيف يمكن للحوثي أن يستفيد أولا من التأخير، ثانيا تكون ورقة رابحة له كما قلت بأنه يقايض فيما يخص البحر الأحمر ويفرض شروطه على طاولة أي مباحثات مقبلة، كيف وهو مصنف إرهابي؟ نعم، الحوثيون ومن خلفهم إيران أيضا يدركون بأن ما زالت هذه القوى الدولية بحاجة لهم، وأنها رسمت مخططاتها وأجندتها طوال العقد الماضي على تحديدا طوال 10 سنوات أقصد، على وجود الحوثيين واستمرارهم واستمرار نفوذهم في البلاد، ولم يتعاملوا مع كافة الدعوات سواء المحلية أو الإقليمية إلى إنهاء هذا الخطر والتعامل معه بجدية وصرامة طوال هذه السنوات الماضية، وكانوا دائما يضعون في حسبانهم بأنه ستتم وستحدث تسوية سياسية في اليمن يكون الحوثي أحد أركانها، لكن فوجئوا بأن الحوثي أصبح خطرا لا يمكنهم درؤه، ويحتاجون إلى تغيير أجندتهم التي رسموها طوال عقد من السنوات وربما أكثر للتعامل معه. حاليا هم بحاجة إلى تغيير هذه الأجندة، وهذا يحتاج إلى وقت طويل وليس فقط بمثل هذه العقوبات البطيئة والمتدرجة. نعم، تفضل. شكرا جزيلا من القاهرة والضاحى الجليل الكاتب الصحفي اليمني، شكرا لك.